أهلا بكم. من خلال هذه النافذة أريد أن أسلط الضوء على قضية مهمة في كل ما يتعلق بمسيرة الفوضى المعروفة. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان قال: إن المظاهرات والاعتصامات ليست من عمل المسلمين ولا عرفت في التاريخ الإسلام، وأردف قائلا: إن هذه من أمور الكفار وهي فوضى لا يرضى بها الإسلام. أما شيخ ابن العثيمين فقال: إن الاعتصامات والمظاهرات العنيفة شر لأنها تؤدي إلى الفوضى. أما عن دعوة حماس للنساء والأطفال يكون في مقدمة المشاغبين، فقال القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 195: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن جديد أكرر، حماس تعرض أرواح البشرية للإزهاق، فعليكم أنتم أن تكونوا حاضرين.